بسم الله الرحمن الرسول واحدة من على اسمات وصفاتي ربنت كراتور بانجية رياس بشوف نوتين تيني بوش من قعنا مستعقين أقول بشكر أبانا الذي في السماء لا تقدس اسمك لا ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا أدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك وقوام مجد الأبد أمين خم بخريستوس إيسوس بانشون Ebi brosov Christos iti. Ketom nebmati Yesu. Fennashku sana khairat rahum Allah barabbina wa lahna mkhalisna. Yesu alme. Siyah lana astarna anna hafidna qabalna li. Ashfaq alayna wa addadna tibina lahadhi ssa'a. Wadhan fina sallun lahfadna fi adhal muqaddes kul ayam hayatna. Kul salam. الضبط كل رب وإله أخونا أيها السيد رب الإله ضابل كلها بربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك صدرتنا وعنتنا وفتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل وطلب مصلاح مباشر من نحن نكمل هذا المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة نسل أشرار قيامة فينا والظاهرين انزحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن مواضيك المقدسات أما صلاحات فرزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو إيرين أم ببنا أم صواب تتريا سواب نومو أصيو شرتي إخلف أي بين تنيا أنجلو شرتي بحسن وسطاس مزبين صوتي شرين مري أي في أجرم بيا أسن غصية تصميت ناني مبنوتي بلوغ شرين مري أي خين أو شرين أفواب شرين مري أسمى بنتي أفواب شرين خائي البين اشتن عرشي أنجلون شري غبريل بيسون ام بي فاش نوبي مارن اشتم بيوت نم بشي ايري نهم ببنا وصوا بنت تايو انسوريل بما افتن عرشي انجلوس شريني شارو بي ام شهرني سا انا فيم شرن تاما تيرو نبورا انيون شريو اني از بينشتي اما برو ادرمو شري بيو ببتنجني سنمانو ايل شري ناشوي سنيو او تيه نابو او سولو شرن ما في تي فن تيبن شر This is the best song, share in us, Obi Ma, Artiro, share be a fun game, LSE, share be a bustle of Avamarco, Pisio, Remo, share in us, Obi Ma, Artiro, share be Choi Gange, and they all share be a slobber, Kiri, Abba, Famion, One, Yat, Heno. Miss me, Benio, Tesoab and V. Ekels of Amsail Biana for it. Women read and Tebe Christos. It and me, Ebrevay. It is so to cause it so Ab Mare. Showing Sari Amont, Nanim Biko, Ebol in Ten and Nob. As there in a hole. Nem ben kyote na agan son nem ben mai so ya ki ak so ti mon nai non shlil eb
بيبروسف كيستا سيتي رنفاسي كتب نبماتي سو وأيضا في نسأل الله العبد بكلها فربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح نسألت مصراحة بشر أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وأخواتنا اطلبوا على أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة وأبائنا القوامسة وأبائنا القسوس وأخوتنا الشامسة وأبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وأن يحكوا للمسيحيين لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في الفردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم ربنا ينيح نفوسهم جميعا في حضن أبان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في معضن الخضرة على ما راح في الفردوس النعيم الموضع الذي هرب الحزن والكاب والتنهد نور قديسك أقمك سادهم في اليوم الذي رسمته كما هذا الحقيقة غير كاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عينهم تسمع بيوذب مخطر على قلب باشر معدته يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان تفريدك ولبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم تصالح البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكنات كلها ما شرق الشمس لمغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحد باسمه ربنا يحمى اغفر لهم فأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياتهم من واحد على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم ولاستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فهب لنا كما أن المسيح الذي يرضيك أمامك وعطيهم وإيانا نصيب أمراض مع كافة قديسي يا رب ارحم فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل ورب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حم الله ابن الأب رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل طلبتنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الآب أمين وباركك كل يوم أسبح اسمك القدوس إلى أبد الأبد أمين منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور على الأرض كنت أتلو في تركك لأنك صرت لي معينا بكرا تسمع صوتي بالغضاءك فمام قطران قدوس الله قدوس القو قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القو قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القو قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والده الدور امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب تاخذ مرضى شعبك شفي من اجل اسمك القدوس ابانا واخذنا الذين رقدوا يا رب نحن نفسهم يا من هو بالخطي يا رب ارحمنا يا من هو بالخطي يا رب عنا واقبل طلبتنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عدم المذنبين الينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك ملك القوم مجد الابد امين السلام لك نسألك يا القديسة ممتلئة مجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح السيدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا الحقيقة مسيح لهنا العذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفاعة الأمينة لجنس البشر اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا بغفران خطايانا شيرني أوتي بارسين أستي أورو امين علي اسيني شرب شو انت بنجان صاري اكبونان انما انو ايل نسألك ان تذكرين ايتها الشفيعة المؤتمنة
أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. أونية سمرية صافية وانسمنتي مسنوتي نسكيني بها ومبنباتيكم. اليمامة النقية التي نادت في أرضنا وأينات لنا ثمرات الروح. ابن منبرك ليتم في صافية جنبشين جنمون تبي أردني إسكاتب تبو سنوهم. لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. السويوت انهل بيل شرم ببشال النويتي أريني أمبين أين نعرف أي خارف خنت نجي. أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا. باي غر مارن طوف إيبال خمبن هي تنشر من السوسون خمبن كلاسن وشيفو لنقو إموت. يا ربنا يا سوع المسيح اجعل لك فينا هيكلة لروحي كالقدوس يعطيك تمجيدا. شيرين يوتي برسين صنم من أليسيني شير بشوشن تبنجل صنعك بونان مانوي. نسألك أن تذكرين أي تشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطينا. فلنسبح ونمجد ونسجد للثلث القدوس المساوي الدائم إلى الأبد. اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطينا. فلنسجد للأب والابن والروح القدس ونكرم سوريال الرابع في رؤساء الملائكة. جيد هو فرح سوريال نصنعه في الكنائس أكثر من فرح عرس هذا العالم الزائر. أنت أيضا تعلم أيها الحبيب أن فرح العالم يزول ومفرح سوريال فيدم إلى الأبد. اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر سوريان من خطينا. تبقى بالحقيقة يا بن القديس البرأم بمصيل السائح حبيب المسيح. لب من الرب عنا يا بن القديس البرأم بمصيل السائح ليغفر لنا خطينا. شوفين صور سمسيغون خني ماتشوسي تركن خيتو تنشوس نفترين صوتو كونستو امبرسنو سنسيون بن. اسأل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفع النازل أتعب بلنا سلامو. شيرنا أوتي برسان وصور أمين أليسيني شيرب شوشن تبنجن وصور يقفو نان نمانويل. نسألك أن تذكرين أية الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. كان يتشيس يوم نعظمك يوم نور الحقيقة ونمجدك العذراء القديسة ولدة الإله لأنك والتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. فخر الرسل إكلي الشهداء تلس الدكين ثبات الكنائس وفران خطايا نبشر بثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من الله حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد على السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم نوم بالروح القدس رب المحب باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية نعترف مع مضيع المفاة خطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. تنجوش تبول خايتين تي أناستاسيسين تني ريف مول نمبي اون خين تبي اون اسنيو آمي نوتين اين امثيشون ايرون شنت خارون آمين واسمع عنا آمين اللهم باركنا آمين وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم شميل
بي يورسف كي استاسي تي إير نفاسي إيتم نفماتيسو أيها الرب يسوع المسيح لهنا الذي خاطب التلاميذ والقديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوني أرى ما أنتم ترون ولم يروني أسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وما أنتم فطوبى العنك لأنها تبصر أذنك لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس بتلباط قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم all, so our master those who have asked us to remember them in our supplications and prayers which we offer up unto you O Lord our God those who have already fallen asleep repose them those who are sick heal them For you are the life of us all, the hope of us all, the healing of us all, the salvation of us all, and the resurrection of us all. Alleluia. Stasite metavovo theo, acosum ento agio evange. المقدس فصل من بشارة معلمنا مريم البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا بنستير وبنقروت ريني سوس بيخلص سوس بشير مفلوت يطان وبينافشاني بيوفاب نوتيفيشن التنيني ترومي زكساسي كيري من تراتيل مزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين وقد ارتسم علينا نور وجهك يا رب اعطيت سرورا لقلبي لانك انت وحدك يا رب اسكنتني على الرجاء هللويا مبارك الاتي باسم الرب اله القوات ربنا والهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين حينئذ قال يسوع لتلاميذه من يريد ان يتبعني فليركن نفسه ويحمل لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والعروس ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته ومن أحب أبا أو أما أكثر مني فلا استحقني ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا استحقني ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا استحقني ومن وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها ومن يقبلكم فقد قبلني ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني ومن يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ أما من يقبل بارا باسم بارا فأجر بارا يأخذ ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقد باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره والمجد لله دائما مارن وشتم بن سوتير بمير من أغاس جين سفاف شنيت خارون في يواف سوتين منجف اسم روتن جفت نمشيري نمببن بمايس أواب تتريا سجي كيبول تنوشتم وستنتي أونا أنا الذي في السماوات أرفع رفع أرض بخريستوس يسوس بنشون تسكيف الله سبون تكريو كليناتي نوبيان سو كيريه بروس خميس ومتابوفو آمين إيرنا باسي إيرنا ماتيسو أيها السيد ربنا في الوحيد كلمة الأب الذي قطع كل بطاطق طان مقبل ألم مخلصا محينا فوتا المقدسين وصل أطهار المكرمين قالا بره قدس من غفرتم لهم طيب غفرتم سكتم عم سكت أنت لأني سير من رسل أطهار المقدس كل زمان أن يغفر وخطار تحل كل بطاط ظلم الآن أسلم مسرح مباشر عبيد أخواتي وضعف ألم نحن برسمك ذا قدوس رزقنا رحمتك وقت قربطات خطايانا كنا أخطأنا لك بعلم وفرعلم جزع القلب والقلب فكرة القلب فانسرب العارف ضح بشر
كصرح بشر انعم لنا فرقت بارك نطهر لحن الدادور امين مين كرياليسون 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 امين الليلو يازوك سابتريك ايو كي اجيب نيفاتي كينين كي اي كيستوس ايون استونيون امين تن اوشي بولنجو مزجيو بن شويس ايسوس بخريستوس اسمو ان ايرين تيد في ماري بك ناينم تكهيرين وين صفتن بك لا اوستي امون ونينان كرياليسون كرياليسون كيريف نوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني يقولون باسمو امين اسشوبي سلام عطر السلام قرر لنا سلامك واغفر لنا اخطاك المرق القوى المجد البرك العزبت امين جعلنا مستحقين اقول ابشوك ابانا الذي في السموات اور فادر هو ارت ان هيفن محبة الله لابن بحضر الان خلصنا يسوع المسيح شركة موهبة فقدستك مع جميع تن اوش تيم فيو اوت انت سنان تسبحتي وصلتي الساعة الثالثة والسادسة من النهار بارك قدمهما المسيح ملك نول أرجون يغفر لنا خطايا المزامير تراتيل معلمنا داود النبو الملك بركات علينا أمين third hour and sixth hour
صفحة 133 133 قصاصي أوس فصل مبارك من جيل معلمنا مار يوحنا البشير بركات علينا أمين. Reading from the Holy Gospel according to Saint John, may His blessing with us all. Amen. When the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, has come, He shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how I said I go away and come again unto you. If you loved me, you would rejoice, because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. Now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you might believe. I am not talking much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do arise. Let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. And glory be to God forever. Amen. The sins of God be fulfilled in peace. And spirits to some cure to now. Thoughts. Math. Web. JX. 199. قدوس يا رب الذي أسألت لتلمذ القديسين وثمكرمين الساعة الثالثة هذا لتنزح منا الصالح لكن نجدد في أحشان قلب نقيم في الله روح مصيم نجدد في أحشان تروح المقدام وقع روح قدوس لتنزح مني نفسنا بتريكي يوكي أجيب نظماتي O Lord, send down your Holy Spirit upon your holy disciples and you were honored of us and third hour. Do not take him away from us, good one, but we ask you to know him within us. O Lord, Jesus Christ, Son of God, the Word, the right and life-giving Spirit, a spirit of wrath and chastity, a spirit of fullness, righteousness, and the authority of the Almighty One. For you are the light for our souls, who give light to every man that comes in the world. Have mercy on us. Kini kioi kistosi onastoni onanami. Ya waritilak karmal haqqi alhaqqa liya alhamla aqud alhayahna salakata almamlu'a ni'ma. Ma'arus minag lakhlas nufs nubarak rabbilah nubarak rabbim biyum. هي طريق أنه إلى خلاصنا. كنيك أيك استوسيون استونيون نامي. ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ممكن الصلاح ومات الحياة. اللهم تفضل وحل فينا وطينا من كل دنا سعي وصلاة وخلص نفوسنا. دوك سبتريك أيك أجيب نظماتي. كما كنت مع تلاميذك يوم خلص وعطيتهم السلام. اللهم أيضا كن معنا من السلام وخلصنا ونجي نفوسنا. كنيك أيك استوسيون استونيون نامي. وقفنا فيك لك المقدس. نسبك القيام في السماء ولدت الى انت باب السماء افتح لنا باب الرحمه صفحه 88 قدوس الله قدوس القوي 88 هولي جاد هولي مايت هولي مورتال يا رب ارحم برحم بارك مجعلنا مستحقين اقول بشكر ابانا الذي في السماوات our father who art in heaven السلام لك نسال القديس الممتلى مجد العذراء كل حين hail to you ask you send full of glory ١٤٣ تحليل الثالثة إلى كرافات رب كل أعزاء ١٤٣ the absolution of God of all compassion Lord all comfort صفحة 171 171 دوكساسيوس فصل مبارك إنجيل معلمنا مريمة البشير بركات علينا أمين Reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew May his blessing thus all Amen فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون
طوبى لرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقيدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. المجد لله مبدئين أمين لكم الله بسلام. نسجد لك المسألة مع بيك الصالح وقدس لأنك أتيت وخلصتنا من في اليوم السادس الساعة السادس، سمرت على الصليب من أجل خطيئة لتجرى عليها ابن آدم فردوس مصر سقط المسألة وخلصنا نصرقت الله رب تسمعني. اللهم استجب صلاة ولا ترفض البطء التفت لأسمعنا عشي وبرك وقت الظهر كلامي أخلو فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. Oh Jesus Christ our God was nailed to the cross in the sixth hour and killed sin by the tree and by your death you made a living man who created with your own hands and had died in sin put to death our pains by your healing and life-giving passions and by the nail with which were nailed rescue our minds from thoughtness of the earthly deeds and worldly lusts to the remembrance of the commandments according to your compassion. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل قدامك يا إله العذراء كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحم وقادر خلاص نتألم من أجلك ينقذنا فادركنا رأفتك ساعة قد مسكننا جدا أعنا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا اخطائنا من الاسم القدوس كيني كي كريستوس يونا استونيون نامي. You are our salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretch your holy hands on the cross there for all nations, cry saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your own will you were pleased to be lifted up unto the cross. To deliver those whom you created from the bondage of the enemy, we cry out unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, and you came to help the world. Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, O Theotokos, the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but we are raised and became worthy of eternal life and gained the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ, our God. صفحة 92 نعظمك من نور الحقيقي 92 We exalt you, the mother of the true light. يا رب ارحم برحم بالآلك مين بالحقيقة نؤمن بالله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأذن يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسك من الآب نسجد له مجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسالية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين أسألك يا حمل الله يا حمل خطأ العالم كلها أسمعنا وارحمنا كيني ليسون كيني ليسون يا رب رحم كيري ليسون كيري ليسون رحمنا يا الله كيني ليسون كيني ليسون اسمعنا ورحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب رحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله
كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون Holy Lord Thabaoth السماء والأرض مملتين مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب داود الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الكهوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادات من خدم سواك حل واغفر واسبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بردتنا والتي صنعناها بغير ردتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من الجسم القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب ولست كخطايانا جعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات Father of Art in Heaven Remember all those who have brought unto you these gifts and those on whose behalf they have been brought and those by whom they have been brought. Give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who have brought them. Lord, have mercy. Alleluia, fai baby. Eho etaib shoy se same eyof marin sinilintin onofim monin khid oeb shoy se kenamin Oeb shoisek esotin nin moit If es marutin jefi Es neyokhin efran Emeb shoise al Elli تمشي من ماث اواب نوت نوت في زمرو او تنجيف نوت في هوت بيبان تكرهاتور
تجفنوغانيسن شيري إيسوس بي خريستوس بيهن شويس آمين ليهيس بي the Holy Spirit the Paraclete آمين واحد هو الآب القدوس واحد هو الإبن القدوس واحد هو الروح القدس مبارك الآت رب الإله إلى الأبد آمين يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين هللويا Κεστοσι οναστονι ονοναμίν αλληλούια. Σλιλ. Επιευρωσοφκίστασιτε. خيرات رحم الله وربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسطرنا عنا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا عضدنا طبنا لهذه الساعة ودم في نسأل أن نحفظنا في هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب وإلهنا كني أليسو أيها صدر رب الإله ضابط الكل أهب ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك سترتنا وعنت رفضنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله يترافع علينا واسمعنا وعيننا وأقبل سؤالات وطلبك كدسي منهم بالصلاة أن في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا رب رحم Therefore we ask and treat your goodness O love of mankind grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear all envy all temptation all the work of Satan the counts wicked men and the rising up of enemies and manifesting them away from us from all your people from this table, from this whole place that's yours, but the things which are good and profitable to provide for us, it is you who have given us the authority to tread on serpents, scorpions, upon all the power of the enemy. So, سوكليوس كل شعب ضعف نكب حالين في المثلث قدوس الأمن القدس في الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول من فات عشر من ناظر الإنجيلي مرقس الرسول الطار والشهيد الشهيد البطريرك القديس سوريس مع المذكور القديس أثناس الرسولي والقديس الرئيس كان وخاتم الشهداء القديس وحمد بالفهم القديس كيريلوس القديس باسيل القديس غروريس من فات ثلاث من ثلاثة مجتمعين بنقي والمال خمسين مقسطنطينية متين بأفس فهم رئيس كهنتنا البعض معظم الأنبا تودروس الثاني وشريف الخدمة الرسولية النسخ مكرم الأنبا بيتر فهم حقرة لأنه بارك نسخ الدور أمين تي سامين كيتو ابنين
بيارشي زي يكون اتس ما
فاروت استيفانوس بشرب مارتيروس شويسر يموت هاني بكوه بولنتين النوبي امشي انت باسلوب روس مارتيروس كيري بفمون بيجن نئوسيب شوي صار يموت ناني بكوه بولنتين النوبي يتني امشي انت بنيو سوى بنزي كيوس أغاني سائل بأنافو في تيسيب شوي صليم وصنان بيخو قول انت من نوبي يتني ابشي انتني سوى بنت باي ايه بأواي بأواي كطب فراني شوي صار يموت ناني بكوي بولنتين النومي تنو ابشياري بون خن بنيوتي طايوتي زي كيوس ابا يخار بيبس كوبوسي فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى روميا بركته على جميعنا أمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معنا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه قد تشفع لله عن القديسين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين مدعوون حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل
معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء سورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحكم يا أبائي وأخوتي، آمين. The Catholic Epistle from the first epistle of our teacher Saint Peter, may his holy blessing be with us all, amen. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from all evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away in its lust, but he who does the will of God abides forever. Amen. Yeah.
Apostles who were invested with the grace of Holy Spirit, may their blessing be with us all. Amen. And about that time there arose a great commotion about the way for the certain man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Diana, brought no small profit to the craftsmen. He called them together with the workers of similar occupation and said, "Men, you know that we have our prosperity by this trade. Moreover, you see and hear that not only at Ephesus, that throughout almost all Asia, that this Paul has persuaded and turned away many people, saving that they, saying that they are not gods which are made with hands. So not only is this trade of ours is in danger of falling into the disrepute, but also the temple of the great goddess Diana may be despised and her magnificence destroyed, whom all Asia and the world worship." Now when they heard this, they were full of wrath and cried out, saying, "Great is Diana of the Ephesians." So the whole city was filled with confusion and rushed into the theater with the one accord, having seized Gaius and Aristarchus, Macedonians, Paul's travel companions. And when Paul wanted to go into the people, the disciples would not allow him. Then some of the officials of Asia who were his friends sent to him, pleading that he would not venture into the theater. Some therefore cried on one thing and some another, for the assembly was confused, and most of them did not know why they had come together. And they drew Alexander out of the multitude, and Jews putting him forward, and Alexander motioned with his hands and wanted to make his defense to the people. But when they found out that he was a Jew, all with one voice cried out for about 2 hours, "Great is Diana of the Ephesians." And when the city clerk had quieted the crowd, he said, "Men of Ephesus, and what man is there who does not know that the city of the Ephesians is the temple guardian of the great goddess Diana, of the image which fell down from theirs. Therefore, since these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rashly. For you have brought these men here who are neither robbers of temples nor blasphemers of your goddess. Therefore, if Demetrius and his fellow craftsmen have cases against anyone, the courts are open and there are proconsuls, who let them bring charges against one another. But if you have any other inquiry to make, it shall be determined in the lawful assembly. For we are in danger of being called in question for today's uproar, there being no reason which we may give to the account for this disorderly gathering." And when he had said these things, he dismissed the assembly. The word of the Lord shall grow, multiply, be mighty, and be confirmed in the holy church of God. Amen. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اعلم بقى اخوتي ان هذا اليوم هو اليوم 27 من شهر طوبى المبارك احسن الله انقضاه وعده علينا جميعا، ونحن متمتعين بدوء من المغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا بقى اخوتي امين،
Please follow the screen for English to save time. تذكار رئيس الملائكة جليل سوريال واستشهاد القديس أبي فام الجندي الأسيم واستشهاد القديس سرابيون ونقل تذكار نقل جسد القديس تيموثاوس تلميذ معلمنا القديس بولس الرسول. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة جليل سوريال أحد السبعة رؤساء الملائكة وهو أحد السبعة الأرواح التي أمام عرش الله موطنهم في السماء ولكنهم يرسلون لخدمة بني البشر حيث أن ملاك الرب حال حول خافيه ونجيهم وهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص. خلقهم الله أرواح نورانية لها طبيعة شفافة ترى الله ولكن على قدر ما تحتمل. ورئيس الملائكة سوريال الذي معنا اسمه بوق الله سوف يبوق في اليوم الأخير حين يرسل الله ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. بنى له القديس يوحنا الذهبي الفم كنيسة عظيمة بالقسطنطينية وكرسها باسمه في اليوم 27 من شهر طوبة وحدثت منها معجزات كثيرة بشفاعته. بركة شفاعته فتكون معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 20 للشهداء الموافق 304 ميلادية استشهد القديس أبو فام الجندي. ولد هذا القديس بأسيم. أسيم هي إحدى مراكز محافظة الجيزة من أبوين مسيحيين غنيين ربيا تربية مسيحية فشب على خوف الله والشفقة على المساكين مواظبا على الصوم والصلاة وعرض عليه أبواه الزواج فلم يقبل. ولما كفر دقلديانوس وأعلن الاضطهاد عن المسيحيين تقدم القديس إلى أوائل المنطقة واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه كثيرا. وتصادف وجود إريانوس والأنصنة بأسيم فأخذ القديس معه إلى قاو وهناك ربطه في ذيل حصان وطاف به المدينة كلها ثم أمر بعصره في الهنبازين وكان الرب يشفيه ويقويه. بعد ذلك أمر الوالي إريانوس بربط حجر في عنق القديس والقاه في النهر فأرسل الرب ملاك وأنقذه من الغرق. فاستشاط الوالي غيظا وأمر بوضع القديس في أتون النار فلم تؤذيه النار وصارت كندا بارد. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال أكليل الشهادة. وأخذ بعض المؤمنين جسده الطاهر وكفنوه بإكرام الجزيل ودفنوه بمدينة طمة بنيت له كنيسة باسمه وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب كثيرة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. بنشكر ربنا أن احنا عندنا الرفات بتاعه امبارح عملنا الحنوط والحنوط موجود هنا. وفيها أيضا من سنة 21 للشهداء 300 موافق 305 ميلادية استشهد القديس سرابيون. ولد هذا القديس بمصر من أبوين مسيحيين غنيين فنشأ محبا للفقراء والمساكين وسمع عن تعذيب المسيحيين بالإسكندرية فمضى إليها ومعه صديق يدعى ثأودوروس واحد رعاة غنمه اسمه توما. هناك تقدموا لأرمانيوس الوالي واعترفوا بالسيد المسيح فأمر بطرحهم في السجن ثم عذبهم بالعصر في الهنبازين وطرحهم في قطران مغلي وصلبهم وضربهم بالحراب وكان ملاك الرب يقيمهم سالمين من جميع هذه العذابات وشددهم وقويهم. ولما تضايق الوالي أمر رئيس جنده المدعو أوريون أن يقطع رأس القديس سرابيون فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تحتفل الكنيسة بتذكار نقل جسد القديس تيموثاوس أسقف أفسس وتلميذ معلمنا القديس بولس الرسول من أفسس إلى القسطنطينية بأمر الإمبراطور قسطنطين الكبير حيث وضعوه بإكرام عظيم داخل كنيسة الأباء الرسل القديسين. وتجد خبر استشهاد القديس تيموثاوس تحت يوم 23 طوبة. بركة صلواته فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبديا أمين. معنى القديس تيموثاوس ده أحد الأباء الرسل فليه كنيسة حطته في الآخر يعني في السنكسار لأن ده مش عيد استشهاده ده نقل جسده لكن دول استشهاد الشهيد أبي فام الجندي. أجيوس أوسي أوس أجيوس الشيروس أجيوس الصناتوس وإكبر سينو جنيتيس إليسوني ماس Agios Agios
Agios Ishiros Agios Asanatos O Anastasik Ton Nekiron Ki Anilson Yestos Oranos Eleison Imazok Sebetrikeyo Ke Agios Neumatikeni Ke Ari Master Lord Jesus Christ, our God, who said to us saintly, honored disciples, holy apostles, many prophets and righteous men, have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them, but bless your eyes for the seeing, your ears for the hear, be worthy to hear and to act according to the holy gospels through the prayers your sins. Pray for the holy gospel. Lord have mercy. سيدنا كل الذين عصونا مرونا اذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا فحلك ايها الرب والهنا الذين سبقوا فرقت يا رب نحن مرضى أشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا أشفانا كلنا وقيامتنا كلنا وانت بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطير بركاته على جميعنا. بنستيرو من أوروتي ريني سوز بيخرس وبشير مفنوتي طنق بيونا فشاني يفا بنوتي بيشن انتنيني تروامي زنك ساسي كيري من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا عجيب هو الله في قدسي إلى إسرائيل ويتقوى وعزاء لشعبه الصدقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر بل أوريكم من تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقى في جهنم نعم أقول لكم من هذا خافوا أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحدة منها ليس منسيا أمام الله بل شعور رؤوسكم أيضا جميعا محصى فلا تخافوا إذا أنتم أفضل من عصافير كثيرة
أقول لكم من يعترف بي قدام الناس يعترف بي أيضا ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر أيضا قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفل له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجاوبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. والمجد لله دائما. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Today, my beloved, the 27th of the Coptic month, Tuba, and as you, in the Synaxarium, as you hear or you read the commemoration of the Honorable Archangel Suriel and the martyrdom of Saint Abu Fam, the soldier, or Bifa Mamun, and martyrdom of Serapion, and the translocation of the relics of Saint Timothy the Apostle. The martyr Saint Abu Fam, we have the relics of the saint, thanks to God, and take the blessing of it. And there is, yesterday we have evening incense, put the spices on the relics of Saint Abu Fam, and the perfumed spices right there if you take the blessing of it. But today I would like to speak about the Archangel Suriel. Why do we celebrate the archangels? Normally we celebrate the martyrdom as one of the martyrs or the departure of one of the saints. But is there any martyrdom to the saints? No. Any departure? No. Then why? Because miracles happened. When a miracle happened, as you know, the angels, especially the very known one, Archangel Michael, many miracles happened. That's why the church, to build churches named after them or after the saints, because they are for our service, for our protection, as you know, the angels. And today we celebrate one of the seven archangels. You know, the seven archangels, Michael, Michael, Gabriel, Gabriel, and Raphael, and Suriel. Then who the fourth one, Suriel, which we celebrate today his commemoration. One of the seven spirits who are before the throne of God. You know, the throne of God in the book of Revelation, chapter 1, verse 4. There are seven spirits in the front, before God, before in the front of God. This is not the Holy Spirit. This is the spirits, the archangels, because the Spirit of God, God inside, not before him. And the archangels in the front of God, and you know, sometimes we, on the bosom of the Father, which inside the sanctuary, you see curve. This is the icons sometimes with the Lord sitting on the throne, surrounded with four living creatures, or seven archangels. Some churches had this or that. And the 24 priests, this is from Revelation 1 or Revelation chapter 4, you see this, what happened. The Bible, the Synaxarium going on, the seven spirits who are before the throne of God. They are from heaven, but they are sent forth to minister to the sons of men. For the angel of the Lord encompass all those who fear him and delivers them, as mentioned Psalm 34,
verse 7. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? God created them luminous, as the Synaxarium said, luminous spirits, light, lightening, you see light as shining, that has translucent nature that can behold God, but only as much as they can tolerate. You can tolerate, which can endure this. The name of Suriel means the trumpet of God. The word Suriel in Hebrew means the trumpet of God. Do you know the trumpet? Do you know the horn of the animal? The horn of the animal. This is, they used it as a trumpet, the same analogy. Archangel Suriel shall sound the trumpet in the last day when God will send his angels with a great sound of a trumpet. And they will gather together his elect, who will be the elect, who his righteous, his life or her life is righteous in the sight of God and living according to the commandments of God and behaving and their life according to the commandments of God. Will gather together his elect from one, from the four winds, from the, what are the four winds? The whole earth, north, south, east, west, from everywhere. From one end of heaven to other. As St. John Chrysostom, one of our saints, built for him a splendid church in Constantinople, and he consecrated it in his name on the this day, the 27th day of the month of Tuba, and many miracles happened, had taken place through the, his intercession. That's why, my beloved, we commemorate this archangel Suriel. And you know his icon, and he holding a trumpet, you see the trumpet, at the end of the days, he will blow out the trumpet and the end, as the book of the Bible saying that. But for us, what do we learn from the angels? What do we learn from the angels, all of us? Number one, the angels are heavenly. From heaven, at, they live in heaven and surrounding us. And during the liturgy, there is an angel at the end of the liturgy. Will he guarding here? At the end of the liturgy, you see Abuna holding hands, palms, and then pouring water in his hands, and then praying on it, Father, Son, the Holy Spirit, and then dismissal at the end, the water, and the angel also will leave to heaven with the prayers of each one, as you know, my beloved. They are heavenly. Then what is the lesson from that? We need to be heavenly. Also, we God created as heavenly creatures. Yes, part from the earth, our body, but our human spirit from him as he breathed on the nostrils of Adam, and then the creation, everyone has the human spirit, then we are heavenly. Then we learn from that, we raise our minds to heaven always. Say Psalms, say Our Father, all our thoughts, our feelings towards heaven. This is the first lesson we learned from the angels. The second lesson, all the angels, spirits, in spiritual bodies. Then we need to be spiritual. How to be? To walk in the spirit, as the Bible said, walk in the spirit. How to walk in the spirit if your body and your human spirit surrender to the Holy Spirit, then and you walk in the spirit not to fulfill the lust of the flesh, to overcome
the lust of the flesh, you will be spiritual one. Then remember, we are heavenly creatures at the angels, but we need to overcome our lust, not to fulfill it, but to overcome it, the lust of the flesh. Control your lust before they control you. And number two, we are heavenly also, because the angels live in heaven, as you know. They are spirits, and our bodies at the end of the days will be spiritual bodies. The spirits, our spirits and our bodies will be, our bodies will be spiritual bodies. Then we walk in the spirit from now on. From this time, we need to walk in the spirit, to not to fulfill the lust of the flesh. Number three, they live in heaven. They work, they don't neglect to glorify God, praising Him all the time. As you heard, they say, "Holy, holy, holy Lord of hosts, heaven and earth are full of your glory and honor." Then also, we need to pray always and praise God always when we attend the church or in our homes. And the last lesson, there are many lessons, but the last lesson for today, their obedience. Listen to this verse. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word, of his voice or his word. This is from Psalm 103, verse 20. As he said, bless the Lord, you, his angels, who excel in strength, who do his word. Then obedience, to obey the word of God. Be obedient to the word of God. And the last one, the joy. As mentioned in the Bible, in Luke chapter 15, verse 7, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than 199 just persons who need no repentance. There's joy in our repentance. Then work hard that the people who are surrounding you to see good examples, good conduct, good behavior, then they will glorify God. And the angels will be happy if we do this. I hope we get the message, and glory be to God forever and ever. Amen. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده يوم 27 طوبة، وبنعيد زي ما سمعنا الاعياد الملك سوريال وابو فهم الجندي والقديس سرابيون والشهيد يعني، ونقل اعضاء أو رفات أو جسد القديس تيموثاوس الرسول. وبما إن إحنا بنعيد لأحد الملائكة، هتلاقوا القرايات غالبتها بتتكلم عن الملائكة. ولكن أحب إن إحنا نتكلم النهاردة عن رسالة الكاثوليكون. في آية جميلة اتقالت في رسالة الكاثوليكون النهاردة. طبعا الابراكسيس اللي بيتكرر دايما احد الامثله اللي اديتها في ابن السلام، لو تفتكروا المره اللي قبل كده عن ابن السلام ديت، دايما بتسمعوا الابراكسيس ده، ان الكاتب هدأ الجمع وقال لهم يعني في محفل شرعي انه يقضى بينكم واحنا في خطر نعطي جوابا عن هذا الشغب. لكن النهاردة الكاثوليكون بيقول لنا حاجة مهمة جدا. بيقول إيه؟ آسف، الكاثوليكون بيقول قدسوا الرب الإله في قلوبكم، قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. إيه يعني إيه قدسوا الرب الإله في قلوبكم؟ الكلام ده مش بس قالوا العهد الجديد، قالوا العهد القديم. وده جه منين؟ من أشعياء 8 أعداد 12 و 13. قدسوا الرب الإله القدوس، الله قدوس.
وبما يعني إن قدسه هو عالي سامي نقي يجازي كل واحد عن حسب أعماله ما يخطئ شيء كل محبة وله المجد دائما. فما معنى إن إحنا نقدسه؟ هل إحنا لما نقول إحنا بنقدسك يا ربي يبقى ربنا هيتقدس؟ أو مثلا بارك الرب نقول ربنا يبقى هنقول إيه ربنا يباركك؟ إيه معنى الكلام ده؟ لما نقول بالنسبة للبركة لما الكاهن يبارك دي من ربنا خدين بالنا لأن الروح القدس اللي بيعمل في كده. لكن لما تقول أنا رايح أبارك لفلان يعني معناها إيه؟ تهني مش كده؟ فبتهني لما يكون واحد قدام واحد تقول رايح أبارك له يعني رايح أهنيه. طيب ولما نقول نبارك ربنا يعني إيه؟ بنشكره على العطايا اللي بيديها لنا. ولكن لما ربنا يباركنا دي بقى حاجة تانية، بركته تكون معانا دايما وتبارك في حياتنا الروحية. ونفس الكلام ما قدسوا الرب الإله في حياة نقدسه في قلوبكم يعني وصاياه وأوامره اللي بيقولها في الكتاب المقدس دايما هي اللي تبقى اللي بنطبقها، هي اللي بتبقى أعلى أي شيء. عشان كده بتلاقوا أبونا لما بيدور بالبشارة بيعمل إيه؟ بيمسك البشارة فوق راسه. ليه؟ لأن وصية ربنا هي العالي، كلامه هو العالي، وأيضا مخافة ربنا ومهابته تقديسه يعني نهابه ونحترمه. مش معنى أن احنا في عصر النعمة نقول كده وأن احنا ربنا بيحبنا يبقى هننسى أن احنا نحترم ربنا. وحتى في البيت الأباء والأمهات يعلموا أولادهم في محبة ونكبر ابن خوي وكل ده، لكن ما ننساش الاحترام. يعني ما ببقى متضايق لما واحد ينده والده أو والدته باسمهم، كناش بنشوف كده، كنا بنشوف إن الأب والأم ليهم احترامهم بابا ماما وهكذا. وكنا بنشوف برضو بعض ناس بتبوس على إيد أهليها، فالاحترام الواجب. فما بالنا بقى بربنا احترامه؟ مش احنا هننام على ظهرنا ونقوم بنصلي ومش عارف بنعمل ايه اهو يلا بنقول كلمتين؟ لا، احترامه توقيره حتى في وقفة الصلاة حتى في بيوتنا في كل شيء. فده معنى نقدسه. ولكن ما معنى في قلوبكم؟ ايه تقديسه؟ قدسه الرب الاله فين؟ في قلوبكم. يعني المخافة والاحترام تبدأ من القلب جوه، مش مظهرية، مش قدام الناس بس. يعني ما نقف في الكنيسة ونعمل كده ونمرتها، لا، وفي بيوتنا كمان وفي الخفاء كمان. ليه؟ لأن هو شايف، هو الإله المحب اللي ناظر لكل واحد فينا. عشان كده من داخل القلب. طيب وإزاي بقى نقدسه في داخل قلوبنا؟ نمرة واحد ان احنا نصدق ونثق في كل شيء بيقوله. بتمر تجارب وضيقات ما يهتزش ايماننا، نبقى مصدقين كل مواعيده. عشان كده بيقول ايه؟ بصبركم اقتنوا انفسكم. خليك صبور، تستنى مشيئة ربنا، تستنى عمل ربنا. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين الاعتراض، ليه يا ربي كده؟ ليه الحاجة ديت؟ امال انت فين يا ربي؟ ونقعد نعترض. زمان الشعب الاسرائيلي دروس نتعلمها لينا، مش من دين الناس، دروس نتعلمها. عشان كده في سنكسار في قراية كتاب مقدس نتعلم. بالرغم الشعب الاسرائيلي شاف ايد ربنا الشديدة في أرض مصر والضربات العشر وخرجوا من أرض مصر، ولما جم اتزنقوا بقى جالهم فرعون ومركباته وراهم واتزنقوا، فقام ربنا فتح الطريق في البحر، ضرب موسى البحر وعدوا. برغم كله شافوه ده واللي بيحصل معاهم، لكن دايما الشكوى ودايما التمرد على ربنا. واحنا كبشر كده عندنا دايما، مهما تعمل مهما ربنا يعمل معانا بنيجي ايه؟ نعترض. انت فين؟ انت سايبنا.
وبننسى اللي بيعمله معنا ربنا. وبصوا بينكم، بصوا بينا كبشر، لو اي حد ما مثلا على هوانا او ماشي معانا كويس كويس كويس، تيجي تحصل اي حاجه صغيره كده قلبان، كاني لو كان في محبه وصداقه راحت. ليه؟ لان احنا بنعيش بالكلام ده، بنعيش بالمظهريه مش من القلب. عشان كده عدم الاعتراض على احكامه، لما ربنا بيسمح بحاجه كله للخير، زي ما احنا سمعنا النهارده في البولس، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. يبقى نمره واحد الثقه في مواعيده وتصديقه، تصديقها، عدم الاعتراض على احكامه، وما ننساش فضله علينا، وما ننساش حتى بيننا وبين بعض الحاجات الكويسه اللي بيننا، ما نجيش في لحظه كده صغيره يبقى فيه انقلاب على ربنا وانقلاب على مش عارف ده وده. خلوا فيه كده تبات، التسليم لإرادة ربنا، زي ما حصل مع أيوب الصديق، قال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. سلم بإرادة ربنا مهما عملنا، ومهما يعني دبرنا وخططنا وعملنا، سلم بإرادة ربنا. أحسن لك وأحسن لك وأحسن لي وأحسن لكل واحد، سلم ربنا زي ما قال أيوب الصديق، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. تالت أو رابع حاجة عشان نقدس ربنا في قلوبنا، يبقى عندنا إيمان بأن الله القوي ده، مين هيقدر يعمل حاجة وربنا ما أمرش؟ مهما حصل، مهما انقلبت الدنيا، أهو حطوا التلات فتية في أتون النار، حطوهم في أتون النار والنار بتغلي على لدرجة أن الناس اللي رموهم جوه النار اتحرقوا، لكن ربنا عشان عندهم إيمان بيه خرجهم كأنه ندى، كأنه جوه إير كونديشن وخرجوا خالص. فالإيمان بقوته وعدالته في تأديباته وفي كل الأمور اللي بيعمله. ونقدس الرب إلهنا بنحتمل الاحتمال بالصبر، بصبركم تقتنون أنفسكم في وقت التجربة، في وقت الضيقة، في وقت أي حاجة، بلش التذمر، خلوا فيه صبر، نصبر صابرين شاكرين في كل عمل. وعشان برضو نقدس الرب إلهنا ننفذ وصاياه في خوف، في مخافة. طب مخافة من إيه؟ من إن إحنا نغضبه، ومن إن إحنا إن تصرفاتنا ما تكونش تليق بأولاد الله، نقوم نعثر الناس. ما هو يا إما إحنا أولاد الله يا إما أولاد العالم، ما ينفعش نجمع ما بين الاتنين. لو هتجيب تصرفات العالم وتيجي تعملها تبقى أنت سبت للعالم، لكن لما تجيب الكتاب المقدس وتنفذ وصاياه يبقى أنت سبت لأولاد الله. فأنت وأنت وأنا كل واحد مننا لازم يختار، هل أنا من أولاد الله ولا من أولاد العالم؟ لو ما زلت بأسلك بنفس تصرفات العالم يبقى أنا بيت من أولاد العالم، حتى لو أنا ادعيت أن أنا مسيحي وأن أنا بعمل وبسوي، هي نفس التصرفات. أنا بسأل سؤال، لو جبت واحد غير مسيحي وواحد مسيحي حطتهم جنب بعض، أعرف منين ده مسيحي وده غير مسيحي؟ يعني اللبس واحد والشعر واحد والشكل ممكن يكون واحد، ازاي تفرق ما بين الاثنين؟ زي العزارة، الحكيمات والجاهلات، دول عزارة ودول مسكين مصابيح، ودول عزارة ومسكين مصابيح، تفرق بينهم ازاي؟ ايه التفرقة؟ التصرفات اللي بنعملها. دول فكرهم حكيم، عندهم عمل صالح وعندهم الروح القدس مشتعل، فكانوا شايلين زيت معاهم. ففكر كده، فكري في زمان، في بداية العصر المسيحية، كان مسيحي بتاع ده وثني يرجع يقول له أنت النهاردة، بعد شوية كده يقول له أنت النهاردة قابلت واحد مسيحي، عرفوا منين؟ تصرفاته اتغيرت. عشان كده فين التصرفات دي اللي بنشوفها؟ مهم جدا يا أحبائي. طبعا لما نكون قدوة صالحة تبقى خير كرازة، لما الإنسان بيتصرف أنتم بروحانية، تعملوا التصرفات الروحانية
وتخلي بالك وتخلي بالك من انك انت ممكن اللي بعد كده لو انا انتقدت مش عارف ايه هيجي لي فوق برضه. ما يزرعه الانسان ايه يحصد. خلوا بالكم من الايه دي. وبعدين بيقول لنا ايه؟ مستعدين دائما مجابه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. نستعد ازاي يعني؟ حياتنا مقدسه، حياتنا بترضي ربنا، حياتنا الطاهره والسلام اللي موجود في حياتنا وسط الضيقه. لما يشوفوا فينا كده انسان مسالم زي النهارده اللي عمله الكاتب لما هدأ الجمع قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ احنا في خطر ان نحاكم من اجل اضطراب هذا اليوم وليس حجه يمكننا من اجلها ان نعطي جواب عن هذا الشغب. فاي تمرد ضد ربنا واي تصرفات وعدم سلام في حياتنا يحصل ايه بقى؟ معناها ان احنا بنقدم صوره مش كويسه عن ربنا. عشان كده احبائي يعني في قدوه صالحه بتبقى مجاوبه قدامنا لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ايه الرجاء اللي احنا فينا؟ الحياه الابديه، الفداء اللي تممه ربنا والحياه الابديه. نكون مستعدين بحياتنا المقدسه للمجاوبه بالسيره الطاهره. الوعظ كتير جدا كتير. اي واحد تقول له اتفضل قوم اوعظ هيوعظ، وما اكتر الوعظ في الايام دي. اي حد ممكن تكلمه ممكن يوعظ حتى البابا، وكل واحد يدعي الحكمه يقول لك ده ما عملتش تصرف حكمه، ده مش عارف ايه، وبدون اي بحث. فعشان كده احبائي بوداعه سبب الرجاء الذي فيكم الحياه الابديه، بوداعه الرد مش بعصبيه مش بنرفزه، والرد يكون يعني بحياه مقدسه، كلامنا التصرفات اللي بنعملها تبين ان احنا اولاد الله. وخوف بوداعه، وخوف الخوف المقدس راس الحكمه. يعني راس يعني بدايه الحكمه هي ايه؟ مخافه الله. تخاف ان الله تحترمه وتبجله. اللي بتقوله في الخفا هيعلن على العلن. خلي بالكم من الحكايه دي. عشان كده اللي بتقوله جواك ربنا شايفه وعارفه. وفي اليوم الأخير سيجازي كل واحد عن أعماله الخفية والظاهرة إن كانت خير أو شر. فلما الناس يلاقوا قدوة صالحة يحصل إيه بقى؟ تتغير حياتهم. لكن لما يقولوا هو ولاد الكنيسة ولا ولاد ربنا نفس التصرفات هي هي، بين عالميين. عشان كده بذكركم بالآية ديت اللي قالها النهاردة القراءات. قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف. لإلهنا كل مجد وكرام من الآن والأبد أمين. أنية توخن أمس ميني يسوى بنت بيئه بأوي بأوي كطب فرني من راتي انت بخريستوس هرب رزفين Ότι τσουίσεν νεπτήρεν της ιωτοκος Μαρίας μαύεν μπεν σωτήρεν τευκένεν νοβίν ανίγουρ. Αρυπρίς βεβίν έριε γνώπη αρσί αγγελες ως ο αβ Μιχαήλε αρχόν νάνι φιούι εν τευκένεν νοβί نانيبول أربرز بفين ريجون وبأرشي أنجلوس السواب سوري البيصال بيستيس انتفكين النوفي نانيبول تبهيم بشويس ريجون بنيوت السواب انزيكي أصعفا ميسايل بيانا خوري تيس انتفكين النوفي نانيبول جيف اسمروت جيف يوتني ممشيري نمبب نمما اسواب تتري يا سجي كبول تنقوش تموس تنتي اوناس. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو له في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط سبونتي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين بي وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسك من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتمين. تنجوش تبول خائت انتي أناستاسي سنتيني ريف موت نمبي أنخن تبي أونس نيو آمين. أخطيت سامحوني جميعا صلوا عني هم تانيا فسنت فرقيب مو ديس بروستريشن متانيا E bi brusuf ki stasite erne pasi e tum nevmati so ya Allah ul azim ul abadi alladhi qabala al insan ala ghayr fasad wal maut alladhi dakhala ila al alam بحسد إبليس هدمته بظهور المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات by which the host of angels glorify you saying glory to God in the highest peace on earth and goodwill toward men. Pray for perfect peace, love, and holy apostolic greetings. Lord, have mercy. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر اللبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دانون موهبة غير المات السمية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على رسمي قفوا برادة وإلى الشرق انظروا ننصت هيتن برز فيان تيتسي أوتو كوسس أواب ماريا بشوي صاري إيموت نانم بيكو إيفولن تين النوفي تن أوش تموكو بخريستوس نم بكيوتن أغاسوس نم ببنف ما إس أواب جياك إياك سوتي إمون إليوس إيرينيس سيسيا إنيسي ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب نشكر الرب مستحق وعادي meet and right meet and right truly indeed It is meet and right to you, the being Master, Lord God of truth, being before the ages and reigning forever, who dwells in the highest and looks upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all that is there, and the Father of our Lord,
God and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seated upon the throne of his glory and who is worshipped by all the holy powers. You who are seated stand. Before whom stand the angels, the archangels, principalities, the authorities, the thrones, the dominions and the powers. Look towards the east. You are he around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings praising continuously without ceasing. Say, the cherubim worship you and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, holy, holy, holy Lord, above heaven and earth are full of your holy قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا فردوسنا عندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوسنا لم تتركنا عن قضاء الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبياك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص ونعم لنا بالميلاد الذي من فوق باسمه والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته وفدان عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا مساكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالي حقا أمين فقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد للسموات وجلس عن يمينك أيها الأب ورسمها يوم للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدي المسكون بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعمالي كرحمتك يا رب وليس كخطايا أنا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لنا وفيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم خبزاً على يديه طهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس طبويتين محياتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين نظر إلى فوق نحو السماء لك الله بواسطة كل أحد وشكر آمين وبركة آمين وقدس وقسمه وعطى
أعطاه للتلاميذ المكرمين القديسين ورسل أطهار قائلا خذوه كل من كلكم لأن هذا وجسدي الذي يقسم عن كثيرين يعطى لمغفرة خطايا هذا أصنعه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين Likewise also the cup after supper he makes it of wine and water when he had given thanks آمين He blessed it آمين And he sanctified it آمين Again we believe, we confess and we glorify He tasted and gave it us to His own saintly disciples, Holy Apostles, saying take Drink with all of you for this my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins. This do a remembrance of me. This is also true. Amen. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي آمين 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 Your death, O Lord We proclaim Your holy resurrection And ascension into the heavens We confess We praise you We bless you We thank you O Lord And we entreat you, our God. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الآلام المقدسة وخيمة من الأموات وصعود إلى السماوات. وجلوس عن يمينك أيها الآب ظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا we offer unto you your gifts was yours for everything concerning everything everything worship God in fear and trembling we praise you we bless you we serve you We worship you. Let us attend. Amen. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. Amen. Cup, also the precious blood of his new covenant. أيضاً آمين. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مستحق كلنا يا سيدنا نتناول قدساتك طهر لأنفسنا وأجساد المرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء Remember O Lord the peace and all the holy Catholic and the apostolic church Pray for the peace of the holy one holy Catholic and apostolic Orthodox church of God Lord have mercy لك بدم الكريم الذي المسيح حفظه بالسلام من كل أصحاب الأوربكسين الذين فيها for most remember O Lord our blessed and honored
Father, the Archbishop, our Patriarch, our Theodore II, his partner, the Apostolic Liturgy, our Father, the Bishop, Papa Peter. Pray for Archpriest Pope Abba Tawadris II, Pope and Patriarch and Archbishop of the great city of Alexandria, and his partner in the Apostolic Liturgy, our Father, the Bishop Abba Peter, and for our Orthodox Bishop. Lord have mercy. والذين فسؤلنا معهما كلمة الحق باستقامة لهم كنيستك المقدسة ونقضيها بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. بزيقونين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم. ارحم كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المذكور يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا the salvation of this your place and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of the city of ours and of all cities, countries, islands, and monasteries. Lord have mercy. وسكننا فيها بإيمانه إلا graciously accord, O Lord, the air from the fruits of the earth, water of the river, the sea, the herbs and plants of the field this year, bless them. Pray for the air of heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters and the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them. Have compassion on his creations, which his hands have made, and forgive us our sins. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. أسعدك مقدارك نعمتك في روحك الأرض ليروح حثوها تكثر أثمار وعدر الزر الحصاد برحياتنا كمالك. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرمى الولياتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسم القدوس لأنك ترجك تعطيهم طعامهم في حين حسن. Deal with us according to your goodness, O good, who give food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness that we too, having sufficiency in everything always, may abound every good deed. Lord, have mercy. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. Lord, at the command of your only begotten Son, that we share in the commemoration of your sins, graciously accord, O Lord, to remember all the sins who have pleased you since the beginning. أبانا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل البشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين كملوا في الإيمان وبلا أكثر القديس المملوء مجدا عذراء كل حين وهلدة إلى القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصابر الشهيد والقديس فانوس رأي الشمامسة والشهداء ناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويهيروس معلمنا ديسق القديس أثنس الرسولي والقديس فانوس رأي الكهنة وخاتم الشهداء القديس يوحنا ذاب الفم والقديس أودس القديس أوفيلوس والقديس ديمتر القديس كيريلوس والقديس باس القديس أوروريس ناطب الهيات والقديس أوروريس صانع العجائب والقديس إغروغوريوس الأرماني والثلاث مئة وثلاثة مجتمعين بنقاون مئة وخمسين قسطنطينيون مئتين فأبانا الصديق العظيم الأنبا تونس والبار الأنبا بولا الثلاث مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بيونس قموس أبانا بشول بار رجل الكام حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أبو فهم الجندي والشهيد
والشهداء الذي ذكرت أسمائهم في هذا كل مصاف قدسيك all the قديس مسائل الساح and all the choir of your saints whose prayers supplications have mercy on us all and save us for the sake of your holy name which is called upon us. Let those who read recite the names of our holy fathers and patriarchs who have fallen asleep. O Lord, repose their souls and forgive us our sins. May their holy blessing be with us. Amen. Glory to you, O Lord. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Lord, repose them. Amen. وهو له كل أحد يا رب قد نأسمهم الذين نذكرهم الذين في كل واحد منا والذين ليس فينا رخدوا وتنعف الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب انفس عبيدك المنتقلين القموس انطونيوس توفي في الذكرى السنويه نصرات فرح منصور فرح منصور سمير ميخائيل عاطف وديع ايوب بساده محروس امين بشاي وائل اسكندر. تفضل يا رب نحفظهم جميعا في حضن ابان القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب علم في معظم الخضر عالم الراح فردوس النعيم الماضي الذي يرب الحزن والكاب والتنهد نور القديسين. اطلبوا عن أبانا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البال أبانا القديسين رؤساء العساقفة وأبائنا العساقفة أبائنا القمامصة ومعهم نفس المتنيح القمص أنطونيوس توفيق أبائنا الكسوس وأخواتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأماتنا الرائبات وأبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين ومعهم نفس المتنيح نصرة فرح منصور لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع منا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب أولاك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيح فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظ في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور Lead us throughout the way into your kingdom واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك يا يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس إريني باسي كتب نظمة آتيسون Again, let us give thanks to God the Pantocrator, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, for he also has made us worthy now to stand up in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول الأسرار الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس
نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم المسيح الضابط الكل الرب إلهنا يا رب ارحم ارنفاسي في طوب نب ما اتيسو وذا كانوا معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجدي الذي تقف أمامه جميع الطغمات السمية الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب creatures in the hymn of the Trisagion and the 24 presbyters are seated on their thrones with 24 golden crowns upon their heads and in their hands 24 golden bowls full of incense which are the prayers of the saints. They fall down before him who lives forever and ever. Kyrie eleison, Kyrie eleison, your dev mercy. واربعون ألف المتوبين غير الدنسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين الليلويا ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا قدوس ابنه الواحد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا قدوس الروح القدس الباراقليت أمين الليلويا أمين الليلويا مقدسة مملوءة مجدا مملوءة مجدا والد إله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين الليلويا sacrifice which has been slain for the life of the whole world. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. صرخ مخلصنا الصالح قال جسدي ومأكل الحق ودمي ومشرب حق من يأكل جسدي وأشرب دمي يكون فيه وأنا أيضا أكون فيه نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنين وجه غير مخزي إيمان بلا رياء ونية نقية صبر كامل ورجاء ثابت نجرو بدل وخوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا نازل غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين بالمسيح يسوع Oh.
سجام رسولي بطريقة بعض معظم الأنباء تأذوا الثاني وشرف الخدمة رسولي ابنسك مكرم الأنباء بيتر اذكر يا رب أبان المطارنا والأصافة وكهنة والرهبان والرهبات الشعب شمام مساء كل الشعب كل الذين عوصناتكم الراقدين ومرضى شفهم هذا ريم بارولو اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين ارن باسي كتب نظماتي سو ماجيون كي مات ميون ليثنون إيسو خريسو تؤيتو ثيو إيمون أمين آمين The Holy Precious Body and True Blood of Jesus Christ, the Son of our God, آمين آمين The Body and the Blood of Emmanuel, our God, this is true Amen. Amen. Tinati. Amen. 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 واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والتلال القديسة الطاهرة مريم وجعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط مزاج ولا تغيير واعترف لاعترف الحسن الله تسبونتي سلم على خشب السلم المقدس براد وهدو عنا كلنا Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment, no twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins, eternal life to those who partook of him. I believe that this is true. Amen. Amen, amen, amen. I believe that this is true. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, Remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the Immaculate and Heavenly Holy Mysteries. Lord, have mercy. Akhtayt samhuni jami'an, sallu anna, have sinned, forgive me all. Kyrie Jesu Christe. Leave.
صايم تتب متنشتيت مو مباركة باسم الرب مارو اسمو تيرو افراني مفشوس بنوتي الليلويا سبحوا الله في جميع قديسي سبحوك كسرات عظمتي سبحوه بصوت البوق برزهم ونصال انهار سبحوا بدفوف وصفوف برزهم وسترينكس ان اورجان سبحوا بسنوغ حسنات الصوت برزهم أبان ذا سيمبول زخ جوي لنت إبريسيك ذات هس برز برز ذا نيم أوف ذا لور أور جاد اللي لويا أزوف سباتري كيو كيعاك يو ابني أغمعتي عين كيعاك أستاسي أنا صوني أنا آمين Hallelujah,
بخريستوس ابشيري امفنوتي صوتم ايرونو ناينا وتفهموا بعقل راجع وصيحوا بلسان فصيح المسيح أنعم لنا بالخلاص اشكروا فضله وإحسانه لأنه أعطانا جازل أنعمه وأنعم علينا بأسراره المسيح أنعم لنا بالخلاص بإرادته الإلهية وحكمته العلوية أوهى
أسرارا خافية المسيح نعم لنا بالخلاص تشتهي الملائكة النورانية أن تنظر هذه العطية التي أنعم بها للبشرية المسيح أنعم لنا بالخلاص جاد علينا بالغفران وكسر عنا فخ الشيطان وعطانا جسده قربان المسيح أنعم لنا بالخلاص حكمة عميقة وسر خفي لا يدركهما عقل بشري إلا الإله الحي الأزلي المسيح نعم لنا بالخلاص خبزا موضوعا في الصينية لمحو الذنوب والخطية من أكل ينال حياة أبدية المسيح أنعم لنا بالخلاص خمرا طاهرا ممزوج بالكاس لأجل التوبة والخلاص من يشربه ينجى من القصاص المسيح أنعم لنا بالخلاص خلاصا لأرواح ونفوس ومن يؤمن باسم القدوس ينال ميراس الفردوس المسيح أنعم لنا بالخلاص دواء يبري كل جراحات ويمحو الخطايا والسيئات ونرس ملكوت السماوات المسيح أنعم لنا بالخلاص راح لنفوس المؤمنين الذين هم على الإيمان ثابتين يرحمهم الرب في يوم الدين المسيح أنعم لنا بالخلاص زمان الضلال زال عنا وأضاء علينا نور مخلصنا وابتهجت نفوسنا وفرحنا المسيح أنعم لنا بالخلاص سراج الحق أضاء فينا ونوره أشرق علينا يسوع الحي فدينا المسيح نعم لنا بالخلاص
خلاص يا ملاك هذه الزبيات لو بهذه التسبيحات كنا قدام رب لأفلان اختارنا تسبريز with the angels saying glory to God the highest peace on earth and goodwill towards men المجد لله الله في العالم والأرض السلام وبالناس المسر أمين الليلويا زوك سابت ريكي أيوك أجيب نظماتي كينينك أي كيستوس إيوناستون إيونون آمين تن أوشيفو لنجو إموس جي أوبن شويس إيسوس بخريستوس اسمو إني أئيرين تيت في ماري بك ناينم تكهيريني أوين صفتم بك لأوس سوتي مونو ونينان كيريالي سون كيريالي سون كيري فلوجي سون أمين اسمو إيه روي اسمو إيه روي استيمي طانيا كوني إيه والجنبي اسمو بركة ملاقة قديسي هذا اليوم بركة عطران واخرا بركة ملاك سوريال بركة مقدسة معنا أمين يا خريستوس بنوتي امين اس اشوبي اورون تيتيرين موينان تيكرين اسمنان تيكرين كان نوف ناني بول دي ثوك تيتي بو من بي او من بي اس من بي اما شيني امين جعلنا مستحقين اقول بشكر ابان الذي في السماوات اور فادر هو ارت قدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين زي ما حضراتكم عارفين كل سبت الأول من كل شهر بيبقى فيه اجتماع للأسرة فالنهاردة بعد ما تاخدوا لقمة البركة في القاعة تحت كن كلنا موجودين واجتماع الأسرة يبدأ وكل سنة وحضراتكم طيبين كمان النهاردة بالليل العشية من 6:30 مساء بكرة قداسين كنيسة العذراء من 8:30 ل11 وهنا برضو نفس الميعاد هيبقى في قداسين زي ما معتادين دايما كمان يوم الاثنين والثلاث والاربع كل سنه وحضراتكم طيبين يبدا صوم يونان فاثنين وثلاث القداسات من 4-7 الاربع من 7-10 عشان بيبقى في المدرسه كمان حاضرين والناس كبار والحد الخميس من 8-10 والجمعه من 5-7 وهكذا يعني الدوره هي ربنا يكون معاكم كل سنة وانتم طيبين ويعيد الصوم ده علينا بخير